السلام عليكم مشاهدين كرام، أهلا وسهلا بكم. وهذه حلقة جديدة من برنامج بخدمتكم. مشاهدين كرام، الكثير من المواطنين تسألون دائما عن الأوراق الثبوتية والمستمسكات، ونشوف كل دائرة حكومية تراجعها لتجيب هاي الأربع المستمسكات الروتينية: بطاقة السكن، بطاقة تموينية، جنسية، شهادة جنسية، ويومية واحدة تالفة، ويومية واحدة ضايعة ويسوي مشاكل، تروح مركز شرطة ويسوي بلاغ، ومن التي والتي لحد ما تطلع تطلع. هذا الروتين بكل الدوائر الرسمية. المشروع الوطني اللي صار قبل فترة، الوطنية، كانت ناس يقولون بطاقة الموحدة، ناس يقولون بطاقة الوطنية، المسمى الحقيقي هو البطاقة الوطنية. هاي البطاقة الوطنية عمل بها بأغلب الدول حتى منها الإقليمية، أن يكون لك رقم إلك خاص ما يتشابه مع أي مواطن عراقي، وكذلك رقم العائلة. هذا يغنيك عن ثلاثة مستمسكات. شيء جيد وممتاز بصراحة أن تمتلك وثيقتين فقط، هي بطاقة السكن الضرورية وأيضا هذه الوثيقة اللي هي تقدر تستخدمها بكل دوائر الدولة، خاصة حسب من يروح على الجواز الإلكتروني الجديد يقول كان محتاج البطاقة الوطنية حتى يكون سهلة العمل وسهلة الإنجاز، ويحسب إلى مديرية الجوازات العام. وللأمانة أنا نقل إلي، يعني ما مجرب هذا الجواز الإلكتروني، من خلال ساعة أو ساعة وشوية يستخرج لك الجواز الإلكتروني فعلا إذا كان هذا، وإن شاء الله تسلط الضوء عليه حتى نعرف فعلا ما ينقل لنا كإعلام هل هذا صحيح أم لا. وإن شاء الله نوعدكم أن نسوي حلقات خاصة بالجوازات حتى نعرف مدى صدقية هذا الحديث. لكن اليوم موضوعنا مع الجوازات، اليوم موضوعنا على البطاقة الوطنية. ما هي آلية التقديم؟ ما هي السلبيات؟ ما هي الإيجابيات؟ هل هناك إنجاز؟ كم العدد لحد الآن؟ كل هذه الاستفسارات، وممكن أن تتصلون بنا على أرقام هواتف راح تكون أسفل الشاشة، وممكن تتصلون بنا إذا كان لديكم سؤال حتى يكون الجواب مباشرة مع سيادة العميد الأستاذ هيثم فالح الشمري مدير البطاقة الوطنية أحوال مدينة صدر. نرحب بك أجمل ترحيب سيادة. حياكم الله، نشرف بحضورنا في قناتكم الموقرة. الله يحفظكم سيادة العميد. كان لنا لقاء ميداني في دائرتكم، وشايفين هذا العدد الهائل بصراحة، وسلاسة تعاملك مع المواطنين بالدرجة الأولى ومن ثم الموظفين في دائرتك. للأمانة الإعلامية والأمانة الأخلاقية أن أقل عملك الدؤوب بصراحة، شفت عملك وسلاسة عملك. أنا قبل لا أدخل البرنامج أحد الأساتذة الدكاترة دكتور فاضل جيتي أستاذنا وأخونا اتصل بي قال لي هذا الرجل العميد اللي أنت مستضيف اليوم وبالإعلام بالتنويه، من رجل من الناس الطيبين، الناس اللي يقدمون خدمة بدون مقابل. فتحياتنا لو هاي أنقلك يا الله يحفظك إن شاء الله. تحياتنا للأستاذ. الله يحفظكم عميد هيثم. خلنا نتعرف بالبداية، خلي الناس تعرف شنو البطاقة الوطنية وشنو آلية التقديم البطاقة الوطنية. نعم، البطاقة الوطنية هي الوثيقة التعريفية الأولى بالعراق حاليا، وتغنيك عن المستمسكات الأخرى، عن المستمسكات الجنسية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن. البطاقة الوطنية نموذج عالمي يحمل الرقم الوطني، رقم وطني خاص لكل مواطن، تتمتع بمميزات عالمية غير قابلة للتزوير. حتى البطاقة السكن تغنيك عنها؟ نعم نعم، هو بالقانون أيضا هي تغني عن ثلاثة المستمسكات اللي هي البطاقة السكن وهوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية. ولكن حاليا لم يتم لحد الآن ربط مكاتب المعلومات بالمنظومة الإلكترونية، فإن شاء الله عن قريب يتم ربطها والاستغناء عن بطاقة السكن. ممتاز. نعم، فالبطاقة الوطنية تحمل الرقم الوطني اللي هو يميز عن كل شخص عن الآخر، يحمل هذا الرقم من حين ولادته إلى بعد وفاته، حتى ما بعد وفاته هذا رقم ما ينمنح لشخص آخر. مميزات عالمية غير قابلة للتزوير، قاعدة بيانات إلكترونية، التخلص من العمل الورقي،
التحول الى العمل الالكتروني. لا، آلية التقديم استمارة مجانية في الموقع الالكتروني، وتم رفع الحجز الالكتروني عن المواطنين بامر السيد معالي وزير الداخلية المحترم. وبامكان المواطن ان يراجع دوائر الخاصة بكل حسب منطقته على ضوء المناطق التعريفية حسب بطاقة السكن، وعلى مدى الاسبوع يتم استقبال المراجعين. يعني بعد ماكو حجز الكتروني؟ لا يوجد حجز الكتروني لكافة المواطنين. جيد، شنو المستمسكات المطلوبة مني؟ المستمسكات المطلوبة هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن، إضافة إلى إحدى الوثائق التعريفية، كان تكون هوية دائرة إذا كان موظف، أو جواز سفر نافذ المفعول، أو أي هوية نقابية أو صادرة من مؤسسة. وإذا لم يحمل من هذه المستمسكات بالإمكان أن يقوم بجلب إثبات شخصية، اللي هو تأييد إثبات الشخصية من المختار ومصدقة من رئيس الوحدة الإدارية مدير الناحية أو القائم مقام. جيد، هسه أنا صار مثلا عنده طفل حديث الولادة، يحق له أن يصدر له بطاقة وطنية؟ نعم، البطاقة الوطنية متاحة للجميع من عمر يوم إلى آخر يوم. شلون يقولون هذا العمر 12 سنة ما يصدروا له، وفقط اللي أول أيامه ولادته وما بعد 12 سنة؟ لا، اللي المواطن اللي ممنوع هوية أحوال مدنية حديثة وبها صورة حديثة وعمره أقل 12 سنة بالوقت الحالي لأمور تنظيمية، زين، ما نصرف بطاقة وطنية لأمور تنظيمية، كون هاي هوية أحوال مدنية نافذة المفعول وفيها صورة حديثة. جميل، لا تعتمدون الأطفال بين بيان سنوي، العفو البيان مال بيان الولادة مع هوية الأب وشهادة جنسية الأب أو بطاقة الموحدة مال الأب، وحضور الطفل لغرض تصويره. جميل، هسه احنا نفتح باب الاتصالات مشاهدينا الكرام، أي شخص عدى استفسار اتصال على قضية البطاقة الوطنية ممكن يتصل بنا على الأرقام الموجودة أسفل الشاشة، راح تكون الإجابة مباشرة مع السيد العميد هيثم فالح الشمري مدير البطاقة الوطنية أحوال مدينة الصدر. طبعا لو نرجع على عدد نسمات مدينة الصدر، عدد هائل بصراحة. شقد والله حقيقة احنا ما عندنا إحصائية حقيقة ودقيقة بالنسبة لأحوال الصدر، ما عندنا إحصائية رسمية، ولكن يقال انه 3 ملايين او 4 او اقل يعني، بس كإحصائية رسمية من الدولة مو معروف يعني. جميل، أنا أتوقع يعني يمكن قبل أيام كان معالي وزير الداخلية زار دائرتكم. نعم. وراء صدر قرار شطر، شنو يعني صار؟ نعم، وجه السيد المعالي وزير الداخلية المحترم بشطر بعض الدوائر اللي هي أحوال الصدر، بشطرها إلى دائرتين، الصدر الأولى والصدر الثانية، ودائرة أحوال الرصافة، الرصافة الأولى والرصافة الثانية، ودائرة أحوال الكاظمية إلى الكاظمية الأولى والكاظمية الثانية. يكون استقبال المراجعين بالوقت الحالي في نفس البناية بشفتين، الصباحي والمسائي. يبدأ الشفت الصباحي من الساعة 7 صباحا إلى 2 بعد الظهر، ومن ثم يتم العمل بالشفت المسائي من 3 مساء إلى 10 ليلا. يعني أكو مناطق محددة كل دائرة؟ لا، تم شطر الدوائر على ضوء السجلات الأحوال المدنية، يعني يتم استقبال المواطنين الذين سجلاتهم الفردي صباحا، والسجلات التي تحمل أرقام الزوجية مساء. اها، هاي الطريقة على كل الدوائر اللي شطرت؟ كل الدوائر اللي شطرت، اللي هي 3، الصدر والرصافة والكاظمية. هسه انتم دائرتكم شلون شطرت؟ احنا شطرت دائرتين الى صدر الاولى وصدر الثانية، استقبال مراجعين صباحا للي يحملون السجلات الفردية، واستقبالهم مساء للي يحملون السجلات الزوجيه. يعني انتم نفس الدائره بقت؟ نعم، نفس المكان. نعم، نفس المكان. زين، وهذا راح يربطني بسؤال اخر، يعني سياده العميد، يعني هل البنى التحتيه هي جاهزه لاكمال عملكم؟ والله حقيقه الوزاره مستمره بتهيئه البنى التحتيه. حقيقه احنا باحوال الصدر حاليا بصدد تأهيل بناياتنا الخاصة اللي هي مطبعة علاء القاضي، وحاليا إن شاء الله على وين صاير هاي؟ في مدينة الصدر على الشارع العام، في بداية شارع الداخل مطبعة علاء القاضي، هاي دائرتنا الخاصة، وإن شاء الله احنا حاليا بدنا نأهل بها حتى ننتقل لدائرة جديدة. ممتاز، يعني تطلعوا من أسواق الثلاثاء هذا المكان؟ نعم، ما هي أسواق الثلاثاء تابعة لوزارة التجارة.
يعني طالبتكم بالأرض يعني. نعم نعم. جميل. إيش قد عدد المسجلين سيادة العميد؟ يعني على البطاقة الوطنية عندك معلومة عن العراق كله؟ نعم. لو بالنسبة كبطاقة وطنية عامة كل العراق عدد المسجلين تقريبا 30,307,000 بهالحدود يعني. كمسجلين عندهم أرقام وطنية. عدد البطاقات المطبوعة تقريبا 29,000,000 وأيضا وشوية. جيد. ما بالضبط العدد. أما أحوال الصدر اللي عدد المسجلين عندنا 1,349,000 مواطن مسجل كرقم وطني. عدد البطاقات المطبوعة تقريبا 1,378,000. جيد. شنو المعوقات تشوف عند المواطن اللي يراجعكم؟ شنو المعوقات اللي تروح كتابنا وكتابكم مرات صحة الصدور ويشكون بصراحة على قضية صحة الصدور كيف يروح للدائرة ويرجع يعني شلون حلت هذا الروتين؟ طبعا بناء على أوامر السيد دولة رئيس الوزراء المحترم تم إلغاء صحة الصدور وإحنا نعمل حاليا بالنظام الإلكتروني لصحة الصدور بقراءة الباركود وجهزنا كل الآليات لاستقبال صحة الصدور باليد المواطن بدون ارسالها بالبريد الرسمي. جيد. يعني اذا جاب لك مثلا صحة الصدور انت دزيت صحة الصدور نطلب صحة الصدور بيده يجي من البريد سابقا كان بالبريد حاليا يجينا باركود بيد المواطن هم بيد المواطن بنفس اليوم باركود الكتروني يعني يرسل عن طريق البريد الالكتروني. ممتاز. ونستقبل عن طريق البريد الالكتروني. زين سيادة العميد شنو المعوقات يعني هسه المواطن يعني جنابك معوقات سجلاتنا اللي كنا نعمل فيها سابقا هي سجلات ورقيه طبعا. من عام 1957 التعداد الرسمي للدوله ولحد عام 2015 اللي هو بدء المشروع رسميا سجلات ورقيه كتابه يدويه اخطاء لغويه اخطاء فنيه وتعرضت هاي السجلات لكثرة الاستخدام أكيد. تتعرض للتلف للتمزق للهواي أمور فنية أخطاء في الأسماء في الألقاب في تاريخ الولادة يعني أكو بعض ضعاف النفوس اللي يتلاعبون بالمواليد وبالأسماء وبالألقاب فهاي كلها معوقات على المواطن. بالتالي إحنا الآن هذا البرنامج الإلكتروني هو اللي راح يقضي على هاي المشكلات. في البرنامج الإلكتروني لازم يكون كل إيضاحات القيد جاهزة بصورة صحيحة أي خطأ من قبل القيد الإلكتروني. عندنا اتصال حتى ما دين أخرنا. السلام عليكم حمزة. حياكم الله. تفضلوا حمزة. يعني رحم الوالد يسعد شوك بطاقة موحدة والموعد مالها طوني 31/5 كل ما أراجع يقول 10 أيام وتعال وكل شيء ماكو لحد الآن. وين بيع بطاقة أنت؟ أحوال المنصور. على أحوال المنصور شنو تعرف جنابك إحنا اللي صارت الموازنة العامة للدولة أخرت إبرام العقود مال البطاقات فإن شاء الله يعني السيد المعالي وزير الداخلية وعدنا بصرف كافة البطاقات الوطنية وإحنا في حال يعني يوميا توجد طباعة بس شوية الأوقات تتأخر يعني مو مثل سابقا كنا في نفس اليوم او يومين او 3 أو 7 أيام حاليا تتاخر اكثر من 20 يوم او 15 يوم. واضح. ان شاء الله على قريب تنطبع بطاقته. جيد. واضح حمزه. نعم رحمه الله. حمزه حمزه قبل لا تغادر حمزه شلون كان التعامل وياك من زرت والله ناس متعاونين جدا لا تملك ولا ادب والله قمه التعاون بس الموعد شويه يتاخر. جيد الحمد على الموعد الحمد لله. بإمكانك أن إذا عندك معاملة تأخذ صورة قيد إلكترونية لأي دائرة تعوض عنك عن البطاقة الوطنية. والله يبارك فيكم وأنا أشكركم جزيلا. الله يحفظك حمزة. يعني جيد مواطن عندي يتصل ودي يعني يمدح الإخوان في المنصور. الحمد لله. أعتقد أنا هذا من كان المشروع في بدايته أذكر كان عميد نشأت في وقته. نعم. بعدين أصبح لواء. كان هذا المشروع هو مشروع واعد بصراحة. يعني ايش قد نسبه الانجاز كنتوا تتخيلوها؟ هل بهاي الرتابه وهاي السرعه صارت؟ لو كنتوا تتوقعون ممكن يتوقف هذا المشروع في اي وقت يعني؟ ابدا ما يتوقف هذا المشروع ومشروع انا اقول لك يا ناجح من اول يوم لان الاليات موجوده الموارد البشريه موجوده الاجهزه موجوده كل شيء متطلبات النجاح متوفره فقط انه يبدا المشروع وفعلا بدا فعليا ب 13/5 13/9/2015 والحمد لله حقيقه نجاح. انا اقول لك شو نجاح
انت لحد هاي اللحظه انت مسجل 30 مليون هو كل نفوس العراق ما يتجاوزون 42 يعني انت منجز حاليا 30 مليون وطابع 29 مليون بطاقه يعني انت متبقي لك من الشعب العراقي 10 مليون مو 12 مليون خلينا نقول 12 مليون فد مليونين خارج العراق المتبقيين حقيقه هم 10 ملايين مع العلم المشروع لاقى توقفات مال كورونا سنتين كورونا سنه ونص نعم هذا مشكله سبب لنا والا احنا شاسه منجزين كل المواطنين من 2020 توقف عندنا العمل لحد 2022 21 يلا باشر وهي هم الامور الماليه والموازنه جيد ان شاء الله موازنه قريبه بعد ان شاء الله ان شاء الله وتنطلق جمع بطاقات الاخوان مثل حمزه وغير حمزه زين امنيا يعني انتم وزاره داخليه بعد الامنيات يمكم هذه البطاقه شنو مميزاتها؟ مميزات هذه البطاقه انه لا تقبل التزوير كقاعده بيانات مستحيل يزور قاعده البيانات وبها سيم كارد داخلي نعم بها مواصفات فنيه الصوره صوره قياس ضوء على ضوء القياسات العالميه بها كثير من المميزات اللي ما تقبل تزوير نهائيا اما انت تجي تقول لي مزور كارت خلي يزور كارت بالشارع انا امشي قاعده البيانات لان احنا هاي البطاقه الوطنيه تشتغل على ضوء قارئ الكتروني في كل دوائر الدوله في الكاتب العدل في المحاكم في التقاعد في العقاري في كل الدوائر تتوفر القارئ الالكتروني فاي بطاقه به اي مشكله او اي خدش او ما صدر بصوره اصوليه ما تقرا بالقارئ الالكتروني ما تفتح قاعده البيانات كل دوائر الدوله انتم غذيتوها بالاجهزه قارئ يفترض انه تتغذى كل دوائر الدوله ولكن هي يعني شلون نقول نسبيا يعني حاليا كاتب العدل المحاكم العقاري الطابو الجوازات وان شاء الله يعني احنا مستمرين بتجهيز كافه الدوائر لكن دوائر الدوله تعتمد المستمسكات القديمه نعم واحنا ما حاليا طبعا احنا ما عندنا قانون ينفي هذه المستمسكات تمام اللي عنده مستمسكات قديمه بامكان ان يروج عليه معامله واللي عنده البطاقه الوطنيه يشتغل البطاقه الوطنيه ممتاز اكو مساله اخرى احنا حتى من ساعه حديثك انت ذكرتها الخارج العراق يعني هسه واحد خارج اخر يطلع بطاقه وطنيه ممكن صعوبه عليه ان يحضر للعراق شنو الاليه وفرته بالسفارات او بالقنصليات والله حاليا لحد الان ما فاتحين هذا الموضوع اكو توجه واكو جديه بالعمل ان شاء الله بسيد المعالي وزير الداخليه والسيد المدير العام المحترم لفتح في السفارات او في دول عالميه هذا البرنامج انه نصور البطاقه الوطنيه خارج العراق ولكن لحد الان ما تم تفعيله زين ولكن هسه المواطن بامكانه خارج العراق اذا احتاج اي صوره قيد الكترونيه ان يرسل شهاده حياه او وكاله لاحد افراد اسرته او احد اقاربه او اي محامي اخر وكاله رسميه زاد شهاده الحياه ونقوم بفتح قاعده بيانات الكترونيه ونمنحها الرقم الوطني ونزوده بالصوره القيد الالكترونيه ونوضع فيها صوره مختمه ممتاز نعم. ما يحتاج هو صوره مباشره اتوقع انتم تصوروا صوره مباشره لا نسجله بدون حضور ما يحتاج حضوره اذا عنده شهاده حياه ووكاله ونمنح الرقم الوطني اعتيادي ممتاز نعم. اصحاب الاحتياجات الخاصه يعني هذا حقهم على الكل بصراحه لان من واجب الحكومه تقديم خدمات لاصحاب الاحتياجات الخاصه وبعض الاشخاص من هم راقدين بالمستشفى شلون تتعاملون معهم بهذه الطريقه؟ احنا كدوائر احوال مدنيه توجيه رسمي لدينا من الوزاره و بموافقه السيد المعالي الوزير بفتح نوافذ خاصه لذوي الاحتياجات الخاصه وعوائل الشهداء وكبار السن والمعاقين. هاي كدوائر فتح نوافذ خاصه لهم. اما الشخص اللي ما يقدر يحضر بامكانه ان يقدم طلب الى الدائره اللي فرع او الدائره اللي بها مديريتها مديريه بغداد الكرخ او الرصافه او المحافظات زين باخراج محطه محموله الى مقر عمله او مقر سكنه لغرض تصويره في مقر سكنه. جميل. اكو بعض المواطنين يقول لك انا ما بدي تطلع البصمه مالتي يعني اثناء البصمه وكذا فشنو المشكله؟ شنو المعادل عنها؟ حتى يقدر يسوي طبعا هي هاي حالات نادره مو كل الناس سكر اصحاب الامراض حالات نادره جدا احنا ناخذ الطبعات اكثر من مره مرتين ثلاثه اذا كلش ما قدرنا باي طريقه
نكتب على الاستماره نبين انه هذا الانسان تم تجربه الطبعات اكثر من مرتين او ثلاث مرات ولا يتم الحصول عليها ونوقع على الاستماره ونمشيه. جيد. عندنا اتصال حسين من بغداد. سياده العميد. السلام عليكم، تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل الله الكريم ان شاء الله. الله يحفظكم، الله يحييك. كل الهدى، تفضلوا. الله يعينك. سيدي انا عندي والد شويه اسمه معيب. نعم. الو. بلي بلي وياك حسين. اي سيدي، والد اسمه معيب، واحنا عاد نتعرض جهال وهاي في المدارس والمنطقه الشعبيه، فتعرف التنمر وهاي يوميا دايجين عليه بالزائد. يخلدون عليهم على اسمه شوية معيب، فقلنا هو متوقف بس يعني يغيرونه، صار ما يصير متوقف على الوزارة. اوكي، واضحة الفكرة؟ اي نعم، لدينا بإمكان المواطن أن يحضر للدائرة ويقدم طلب لتبديل الاسم من حقه. سيد هو متوفي رحمه الله. بإمكان أحد الورثة اللي أنتم أحد الورثة من جنابكم قدموا طلب للمديرية لاستبدال الاسم. يا مديرية ما لكم مديرية؟ مديرية حسن. سيد بلا رحمه عليك رحمه الله. سيد أنا رحت للمديرية هاي المستشفى الواسطي. نعم. قالوا مو يمنا وحولوني على المارسينك. جنابك اذا على ضمن دائرتنا بممكنك تتفضل يمنا ونتشرف بحضورك واحنا نسهلك الامر ان شاء الله. وين بيتكم؟ وين بيتكم؟ وين بيتكم؟ دائرتك وين؟ بالمدينه. خلي تفضل يم اسواق الثلاثاء ان شاء الله. يعني يم اسواق الثلاثاء. تسمعني حسين؟ بالضبط. سيادة العميد هيثم باكر يقدر يزورك ان شاء الله على فريقك. الاخ حسين باكر تقدر تزور عميد هيثم. فالح الشمر هو مدير الدائرة، وجيب مستمسكاتك وشوف بعد شو مطلوب يعني بس مستمسكات. نعم خلي تفضل الدائرة واحنا بعد. الله جزاكم الله شكرا. شنو هاي الاسماء سيادة العميد؟ يعني تعرف سابقا اكو اسماء معيبة. صح كثير ناس تسمى بما اسماء الحيوانات او غيرها، فمرات هذا يحدث تنمر للمواطنين في دوائرهم او اولادهم في مدارس، فمن حق المواطن يقدم طلب لتبديل الاسم. جيد، يعني ما يحتاج موافقه وزير أو لا موافقه السيد المدير العام فقط. نعم. قضيه نقل القيد شنو الاليه؟ ما زلتوا اكو تنقلون قيد مواطن من محافظه الى محافظه لو توقف له الا موافقه مع الوزير؟ نقل القيود موجود مفتوح، وبامكان المواطن اللي يرغب أن ينقل قيده من دائرة إلى أخرى أن يستحصل موافقة السيد معالي وزير الداخلية المحترم، ونقوم كدائرة فرعية بترويج المعاملة ومجموعة إجراءات وننقلها من دائرة إلى دائرة أخرى. تغيير اللقب، أنا سمعت بأنه مرة واحدة بحياة الإنسان مواليد العفو. لا، تبديل اللقب من حق أن يبدله لمرة واحدة في حياته. تبديل مرة. تبديل اللقب تبديل. نعم. والمواليد اللي مثلا تعرف أغلبية الناس تخلي واحد سبعة كذا بتاريخ. لا، الواحد سبعة اللي عنده نقص في التولد، يعني إذا الشهر واليوم ما موجود، إذا كان تولد قبل التعداد 57 بإمكانه أن يضيفه واحد سبعة، وإذا كان بعد التعداد أن يضيفه على ضوء المستمسك اللي تم تسجيله ضوء حجة ولادة أو بيان ولادة أو آخره. جميل، يعني ماكو إشكال، يعني الدوائر تتعامل وياه سلاسة، يعني ما تأخر ما تاخذ يعني هي تعرف جنابك انت دوائر الدولة اكو مجموعة اجراءات قانونية يكلف فيها المواطن، وبعدها يتم تنفيذ الشيء المطلوب. يعني انت احنا نشوف وزارة الداخلية مثلا انت قاعد بالبيت تملي المعلومات وتروح بس تستلم، يعني بطاقة هسه هذا شيء ايجابي، باقي شؤون المواطنين امتى نشوف احنا نتعامل ويا الانترنت مثل ما الدول تتعامل وياها؟ يعني هو هذا اكيد هذا الشيء مو في ليله وضحاها يكون هذا الموضوع. يعني تعرف احنا بلد تعرض الى ازمات من قامت الدنيا، احنا بلد الازمات، الحروب والحصار والجوع والحرب الاخيره والداعش والقاعده، يعني هاي امور ما تخليك تنجز هاي الامور اللي تطلبها جنابك بهي سهوله. تمام، ما حد يخليك يشتغل ايش عمل زين، بما انه مو شيء سهل هذا. اي صحيح، بما انه جبنا له داعش وتفاصيله، هواي اكو تزورت جناسي، يعني تبقى بتوع الجناسي واسماء ارهابيين وكذا، المشكله وقعت بها ناس
ما لها علاقة بالاسم، مثل يطابق الاسم الرباعي، تشابه الأسماء. تشابه الأسماء. نعم. انحلت هاي القضية سيادة العميد. تشابه الأسماء، احنا عندنا كبطاقة وطنية قلت لك القارئ الإلكتروني يحل هاي المشكلة، لأن من تدخل على قاعدة البيانات راح يبين لك المواطن واسمه ومواليده واسم أمه ولقبه وكل تفاصيل حياته بما لا يكمل الشكل. إيه. اللي عنده تشابه أسماء، احنا شوف جنابك يعني تشابه الأسماء ما يخلص في ليلة وضحاها، إلا تكتمل قاعدة البيانات كاملة وقاعدة بيانات استخبارية كاملة يلا نقدر نقضي على تشابه الأسماء. واللي مواطن اللي عنده تشابه بإمكانه أن يتوجه للمحكمة المختصة ويقدم طلب للقاضي المختص وترفع للأدلة الجنائية ويرفع عن الاشتباه إذا كان موجود. وإحنا هاي هنا الآلية مشكلة هاي تشابه الأسماء، يعني حتى مرات بعض الأحيان حتى اسم الأم يتشابه. صحيح. شلون راح تنكشف يعني مثلا؟ المواليد. أها. السكن. الشهادة الجنسية. كثير من المعلومات. جيد. يعني أنتم يعني قطعت شوط كبير بخصوص تشابه الأسماء ومشاكل كانت كبيرة. نعم أقول لك يعني هاي البطاقة الوطنية هواي تقضي على هاي المشاكل. كل هاي المشاكل تقضي على البطاقة الوطنية. جيد. بالنسبة للمحافظات سيادة العميد كم دائرة عندكم؟ إحنا بالنسبة للعراق كله حدود تقريبا 356 دائرة. 350. العراق كله كبطاقة وطنية. يعني مو كل محافظة دائرة مثلا. العراق كله إيه، فكل محافظة لها دوائرها الخاصة. في كل ناحية وكل قضاء توجد دائرة بطاقة وطنية. يعني مو مركزية واحدة في محافظة مثلا ميسان. لا ابدا. عندك بغداد على سبيل المثال. صح. بغداد احنا الكرخ والرصافة. الرصافة عندنا 9 دوائر. من الراشدية، الأعظمية، الرصافة، الصدر والكرادة وبغداد الجديدة والجسر والمدائن والوحدة. تجيك عندك الكرخ مجموعة دوائر حدود 11 دائرة او 12 دائرة. من هي المحمودية واليوسفية واللطيفية والرشيد والكرخ والكاظمية. فكل ناحية وكل قضاء على لها دائرة بطاقة وطنية. جميل. محمد من بابل، خلناك شوية محمد من بابل، تفضل محمد. ألو. السلام عليكم محمد، نص صوت التلفزيون محمد عزيزي. ألو. السلام عليكم، تفضل. ألو. تفضل محمد، اسمعك، نص صوت التلفزيون محمد. ايه تفضل محمد. مشروع المسير. مشروع المسير. احنا انا ابني مواليد 2001 جليله بطاقه موحده ما تكبر. شلون؟ بطاقه موحده. بطاقه وطنيه جليله بطاقه موحده ما تكبر. محمد شوف لي ايش قد احكي ما راح تسمعني لان صدع يصير بعيد. نص صوت التلفزيون عزيزي واسمعنا من التلفون لان سيد سياده العميد يقول ما دافت من السؤال. غير مكانك، اطلع من التلفزيون. انقطع اتصال. بامكان ان يتصل بين شخصين، ما عندنا اشكال، ما عندنا مانع. جيد محمد، مع بعد البرنامج اذا نفس الاشكاليه ما بعد البرنامج اتصل بينا وراح تكتب اذا رقمه موجود احنا نتصل بيه معك. جيد. لا ما اعتقد اخذوا رقمه سياده العميد. اذا تتصل بعد البرنامج الان تتصل بينا، لكن بعد ما تنص صوت التلفزيون حتى نسمع بشكل واضح يا محمد. اتصال اخر. ماشي، جهز على الاتصال، ماكو مشكله. شنو هذا يعني يقول دي يقول اكو مشكله بالمسيب او شيء؟ بصراحه ما فهمت. ما صرف ما هي جيب. كل دوائرنا مستمرة بالعمل والعمل طبيعي. نعم نلاقي زخم، تعرف جنابك يعني هسه حاليا عندنا زخم بالعمل، كون عطلة صيفية، المدارس، التقديم اللي فتحوا التطوع للمتطوعين. أه. وزارة الداخلية نعم، اللي مفسوخة عقود مرجعوهم أيضا يدهم من عندهم بطاقة وطنية. التقديم راح يبدأ بعد كم شهر، يبدأ على الكليات والجامعات. العراقيين متهيئين للسفر كلهم على عطله. صح. كل الناس تسافر. هذا الجواز الالكتروني لازم بطاقه وطنيه. من مواصفات الجواز الالكتروني تعرف جنابك انها تاخذ جواز سفر، فجواز سفر الالكتروني لازم بطاقه وطنيه. فهذا يسبب زخم على دوائرنا، فاكيد الدوائر من يصير زخم تصير عرقله بالامور. بس انتم ممكن تستغنوا عن بطاقه حاليا بالبطاقه بالدوائر تعطون صورة قيد. نعم نعم، أي مواطن بإمكانه أن يأخذ صورة قيد لأي دائرة
اذا ما امس بعد ما امس البطاقه او بطاقته ما مطبوعه بامكانه ان ياخذ صوره قيد الكترونيه لاي داره اخرى. جيد. السجلات الورقيه اكيد ارشفت يعني ما تقبل غلط طبعا يعني. اكيد هي واحده من مميزات العمل الالكتروني انه تمت ارشفت كل السجلات. كل سجلات العراق. نعم نعم. يعني ستعدكم كل سجلات العراق موجوده مؤرشفه؟ كل سجلات العراق ارشفت وانحفظت بمكانات موثقه. تعتمدون عليه بالتالي كاساس يعني تاخذون من المعلومات؟ يعني اذا حاجه ضروريه ما اعتقد يعني احنا هسه بالسنه يمكن لو نحتاج نسجله ما نحتاج نهائيا ما نحتاجه. مو الورقي. كل الورقي. المؤرشف السكرين. كله ارشف. ما نحتاج ورقي اصلا ما عندنا شيء به. لا لا قصدي بينتم هذا مرجعكم الاصلي صار ان ترجع الالكتروني بدون الورقي يعني. هو نفس الورقي ارشيف الالكتروني ماكو فرق يعني. هو نفس الورقي ارشفناه الالكتروني. بلي بلي هذا شنو السؤال عفوا ما نحتاج اصلا ورقي. محمد رجع اي محمد رجع لا قصدي بينتم ما دامت ارشف الكتروني فاستغنيت عن الورقي طبعاً تماما طبعاً هذا القصد طبعاً كان السؤال. محمد من بابل السلام عليكم مره اخرى. سلام الله يسعدك حبيبي. عيوني كل الهلا بيك. جبل محافظة باطن. نعم. احنا عن مواليد 2001 ابني. مواليد 2001 جاي بطاقة الموضوعية ما تطلع لك. الناس ليه ما تطلع بطاقة الموضوعية مالته؟ الرياضة أخذ كتب في دعمية المشروع وصدي عمل المشروع ما تكتب الوطنية. زين أنا بسأل شلون؟ محمد محمد. محمد وحده وحده محمد وحده وحده ابنك مواليد 2001 تمام؟ اي نعم. دي يسوي البصمه دي يطلع موحده دي يسوي البصمه ما دي تطلع اي ما تطلع يقول له انت صداميه المشروع. شنو المشروع ما فهمت؟ صداميه المشروع. صداميه المشروع. اكو هيك صداميه المشروع. شنو صداميه المشروع؟ ها نفوس مالته بالناحية. ايه نفوس مالته ناحية. واضح، بس أنت بغير مكان. ودي تريد تطلع له بطاقة موحدة. ايه إذا بطاقة موحدة ما يصير يطلع له. يا ريت لو خلي رقم هذا نتصل به شخصيا أفضل. يعني. جيد. إيه؟ عزيزي محمد. خلينا رقم خلينا نتصل به، من نطلع برنامج نتصل به شخصيا. خب. محمد. نعم وياك. لا سد التليفون. حتى أتصل بسيد مدير محافظة بابل. العميد احمد المحترم واتصل به واتاكد من عنده وادز على العميد احمد. جزاك الله خير جزاك الله خير. محمد لا تغلق التليفون اخوان راح ياخذون رقم تليفونك وبعد صار الموضوع مع عميد هيثم راح يتصل بالاخ العميد وان شاء الله اكيد بالتواصل معه راح يطلع بالنتاج وجزاك الله خير يعني. تحدثنا من الساعه عن الاعداد اللي تطلع والحاجه الملحه لقضيه البطاقه الوطنيه. هسا اغلبيه الدوائر بصراحه سياده العميد هل هو تعميم من وزاره الداخليه تطلب البطاقه الوطنيه اول ما تقول لك انا البطاقه الوطنيه طلع البطاقه الوطنيه وتعال يعني هل هذا التعميم هو من وزاره الداخليه؟ لا ابدا هذا اجتهاد شخصي من كل الوزارات ولا يوجد اي توجيه بعدم استقبال المستمسكات القديمه هذا يعني كله اجتهادات شخصيه من دوائر الدوله. جميل. وهي عرقله على المواطن. وين ليش اقول لك وهذا بالتالي هم ضغط عليكم وهذا جت مثل ما تقول نعم. احنا بعض الاخوان في وزاره الداخليه يسموه جل موسم فموسمكم انتم العطل نعم. موسمكم المدارس فاذا انتم تعتمدون في دوائر الدوله خاصه الخدميه البطاقات الاخرى يعني المستمسكات اكيد الأخرى. وبامكان المواطن او الدائره اللي شاكه مستمسك ان تطلب صحه صدور المستمسك بامكانها ان تطلب صوره قيد نزودها صوره قيد نزودها بصحه صدور نزودها بصحه صدور المستمسك انه اصولي لو مو اصولي يعني مو بالضروره الا البطاقه الوطنيه مو بالضروره. جيد. علي من كركوك السلام عليكم تفضلوا علي. الو علي السلام عليكم. اهلا وسهلا تفضل علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته علي. بالضبط احنا في مدرسه ناحيه الرياض. عندنا اخواني في الرياض او فيها كركوك الناس تستخدم داعش 14 تبدل نعم من كيف ما كركوك جزت البغداد لحد الان ما اجت الرسمي بغداد يعني دازين صحه صدور؟ اي صحه صدور مو صحه صدور
السجل مغلوق لحد الان مغلوق ما اقدر اطلع اي شيء، لازم يصير واحد ولا يصير اي، يعني راح على سجلات المركز. واضح سجلات بكركوك حي ناحيه حي الرياض نعم احترقت بزمن داعش. فده يقول احنا دزوا كتاب البغداد بان يجيبونا. نعم احنا تعرف جنابك كل سجلاتنا ما عدا الارشيف الالكتروني الحالي هي سابقا كلها مؤرشفه ومحفوظه بالمايكروفيلم عندنا. سجلات محفوظه بالمديريه شؤون الاحوال المدنيه والسجلات الاساسيه، كل سجلات مال العراق محفوظه عندنا هنا مؤرشفه نسخه ثانيه موجوده. جميل. فاذا كانت هناك محترقه بكركوك تنعاد منا شلون يسمونها يعني يعيدونها مره ثانيه. هو دزوا كتاب يقول دازي البغداد بس متاخر يعني. اي نسوي لكم انشاء قيود جديده على ضوء النسخة المحفوظة عندنا من الميكروفون. على الميكروفون. نعم. سمعت. استاذ احنا انا موظف من السجلات النفطية وزوجتي محامية. يعني هسه محتاجين مثل ذكر الهوية الموحدة مطلوبة عندنا بالدائرة يريدوها وزوجتي تحتاج الهوية. يعني هسه قضيتك الدائرة دزوا الكتاب إلها. ألو؟ السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام. أهلا أستاذ. أهلا وسهلا بك. كل الأخت العزيزة تفضلي. أستاذ بصراحة عندنا هويتنا بصراحة أستاذ عندنا هويتنا الهوية مالتنا نفوسنا الرياض. بل أو نفوسنا الرياض والرياض احترقت السجلات مالتنا سووا استنساخ وصار مثل صارتنا تقريبا سنة احنا لا نقدر ناخذ هويات وهويتي صارت رقم انا محامية. لا نقدر اراجع دائرة لا نقدر نروح. يعني احنا نريد حل من الدولة. واضح سياده العميد هاي المناشده تقدر تنقلها السيد مدير العام المحترم وهو بعض صلاحياته يوجه مدير شؤون الاحوال المدنيه لغرض الاسراع بانشاء القيود لهذا المواطنين. جيد اختي العزيزه تسمعيني هاي راح نوصل مناشدتك للسيد اللواء رياض جندي الكعبي وبشكل مباشر انا راح اتصل به شخصيا وما اعتقد الرجل يقصر يعني فقط لا تسدين تليفونك راح ناخذ رقم تليفونك نرسل للسيد اللواء لواء رياض وان شاء الله مقضيه ان شاء الله فلا تسدين رقم التليفون. يعني احنا هسه انا لا اقدر اراجع الدائره لا اقدر اروح طب انا محاميه يعني ما هويتي واقفه يعني انا كل ما اراجع خطي العقيدة يقول لي ما يخالفك احنا رفعنا كتاب البغداد وبعد الرد مجال واحنا باقين على هاي تقريبا فوق السنه يعني فوق السنه على هذا الكتاب ما ممكن طلعين بطاقه موحده ما في سبب السجلات المستنسخ بالرياض مو التمرين. واضح اختي العزيزه ان شاء الله خير لا تسدين التليفون مالتك احنا راح ناخذ التليفون ونرسل السيد اللواء وان شاء الله اللي نقدر عليه نسوي ان شاء الله. ممنوع منك على الاتصال شكرا جزيلا. هاي مشكله هاي مال السجلات. اي نعم داعش يعني احترقت سجلات وهاي كلها حقوق تتعلق بالمواطنين حقوق المواطنين الله يساعدهم. بس انا اتذكر من زرت من كان اللواء رياض مدير الجنسيه بشارع الرشيد هو كان مدير شؤون الاحوال المدنيه مدير شؤون الاحوال دخلنا وشفنا المايكروفيلم موجود عندنا يعني ما سبع خمسينات ولا اربعينات 47 34 كله موجود يعني بحيث قال اطلع اسم جده كذا يطلع اسم نعم كامل هاي كل التعداد 47 موجود تعداد ال 34 موجود كل التعدادات الرسميه موجوده عندنا يعني ما ضاع يعني هاي النسخه المحترقه ورقيه كلها محفوظه ان شاء الله ونسخ الثواني موجوده هسه مال الرياض ايضا موجودين بس شنو تعرف هاي اراده العمل انشاء سجلات جديده وانشاء قيود جديده والتاكد منها خاف بها مضافه بس ممكن تطو كتاب الزودوه بكتاب مثلا موجوده والمعلومات لو الا يصير سجل اكيد هم لازم عندهم فد اليه اكيد اكو فد اليه مو بس هذا المواطن يعني سجل تعرف جنابك السجل ب 200 صفحه يعني 200 عائله كل عائله فد 10 نفرات خمسه اقل عائله خمسه سته بالتاكيد فهي مو بس هم بحثهم هذا السجل الواحد ب 200 عائله زين كم سجل احترق؟ كم عائله؟
كمواطن وهنا المشكلة. صح، أحسنت بالتوضيح. يعني فقط سؤال حتى يكون أخير إن شاء الله، وأخذنا من وقت كويس سيادة العميد. دارتكم فقط البطاقة الوطنية تمنح؟ نعم. ما تمنح غير كتب سجل قيد أو فتشي؟ لا لا لا، تمنح البطاقة الوطنية ومتعلقات الأحوال المدنية. يعني صحة صدور، عندنا صحة صدور مثلا، صحة صدور أي دائرة يطلبونها بالمستشفيات، صورة قيد، صورة قيد الكافة دوائر الدولة، تبديل الألقاب، تبديل الأسماء، تصحيح الأسماء، تصحيح الألقاب، تبديل التولدات، تصحيح التولدات، نعم، تصحيح اسم الأب، الأم، الجد، الجد الصحيح، الجد الغير صحيح، هاي كلها متعلقات الأحوال المدنية في دائرتكم. نعم، بيانات الولادة، الزواج، الطلاق، الوفاة. ممتاز، لمسوا الحلقة منوعة. نعم نعم، لأن احنا تعرف جنابك الأحوال المدنية تتعلق بالمواطن من حين ولادته إلى حين وفاته، تتعلق بالمواطن، كل أحوال المواطنين من الأحوال المدنية. الله يكون بعونكم إضافة إلى البطاقة الوطنية. إذا أنا مثلا هسه أنا ابني صار عندي ورا سنتين ثلاثة ما مسجلة، ماكو مشكلة، ماكو مشكلة، ماكو أي مشكلة. يعني أنتم يجيكم بيان الولادة، بيان الولادة نتأكد من الجوانب الشكلية مالته وننفذه بقاعة البيانات. أحسنتم، جزاكم الله خير سيادة العميد هيثم فالح شمر مدير البطاقة الوطنية أحوال مدينة الصدر، نتمنى لك التوفيق بصراحة الله يحفظك، ومن القلب أن يسدد خطاكم وأن تعملون خدمة الناس. الله يحفظكم، جزاكم الله خير. قبل لا أن نختم مشاهدين الكرام، فقط موضوع جدا مهم بصراحة، موضوع خاص بمشروبات الكحولية أصبحت وللأسف ظاهرة منتشرة بكل المناطق، وصلت إلى المناطق السكنية بصراحة، وصلت لنا مناشدات يعني لقناة الأيام الفضائية حول هذا الموضوع وطرح وأن يكون للرأي العام. يقول إحنا عوائل محافظة أن نطلع من بيوتنا نتجول يعني عصرا أو تسوق، يقول نشوف سيارات طابقة، ناس تأخذ هذا الخمر، ناس مخمورة، وفوق كل هاي حمايات الشرطة موجودة لهم. خب احنا عندنا شفنا اكو تفجيرات صارت على محلات الخمور، فنحتاج الى، لان يقول لك انا جاي بشكل رسمي وبموافقة الدولة. انا طلعت على القانون بصراحة، قرأت القانون يقول يمنح فقط اصحاب الديانات المسيحية الصابئة غير المسلمة ممكن يقدر يفتح محل. فسألت يعني هذا فعلا مطبق؟ قال لا يابا، قال ياخذ باسم المسيح، باسم الصابئ، باسم اي ابو ديانه حتى مسلم ياخذ باسمه، باسم هذا المسيح السجل، لكن هو يمتهنها. وهاي انتشارها وصلت حتى في المناطق المدن المقدسه، لكن باطراف المدن المقدسه مو في داخل المدن المقدسه. هاي ظاهر، قلت لهم زين الدوله شو عملت عليها او البرلمان شو عملها؟ قال يابا اصلا قرار صادر بال 2023، قانون سن القانون، قانون سمية بلديات رقم 1 لسنة 2023، والقرار نص يقول يمنع بيع واستيراد الكحول في قانون واردات البلديات 1 سنة 2023، استيراد وتصدير وبيع. فالمفروض القانون يطبق، ليش باقي بأدراج البرلمان؟ فهاي دعوة إلى وزارة الداخلية، إلى معالي وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، لأن بصراحة أصبح يعني استفحال القضية أصبحت في داخل المدن. هسه يقول يابا خليهم يشربوا مخدرات، هي نفس ثلاث سلبيات. فالدولة لابد أن تثبت هيبتها. هذه رسالة إلى معالي وزير الداخلية، يرجى تطبيق القانون بتفاصيله بحذافيره. في ختام الحلقة تقبل تحيات كادر البرنامج، وشكر مرة أخرى إلى السيد العميد هيثم فالح الشمري مدير البطاقة الوطنية أحوال مدينة الصدر على إتاحة الفرصة لإقامة هكذا حلقة والتواصل مع المواطنين. تقبل تحياتي، أنا معدوم مقدم البرنامج حازم الحرب، في أمان الله.